عدى عليا اهم سنين حياتي. شرف لي ان اكون جزء من الفيلم ده، لان دكتور عبد المنعم كامل قدم الكثير لمصر وللفن وللباليه بوجه اخص، فان انا اكون جزء من اللي شاهدوا ده فخر ليا، وان انا اشارك في الفيلم بخصوص تقبينه. طبعا ده كان قعدت افكر كتير، هو ايه اللي ممكن اقوله يظهر الحقيقه للناس. اي حد هتكلموا معاه هيقول لكم عن عظمه هذا الرجل واللي قدمه لفترات طويله جدا. هو ما كانش راقص رائع فقط، كان كمان مخرج ومدير للفرقه جبار، وكان رئيس لدار الاوبرا المصريه رائع. فهو الحقيقه كل المهام اللي قام بيها في العالم الفني قام بيها ببراعه رائعه. انا بتخيل ان جزء كبير من وجودي في الفيلم له علاقه بان هو اللي اكتشفني. انا كنت اماتور او هاويه باليه، وهو كان حريص على انه يحضر حفلات النادي وشاف ان انا ممكن اكون محترفه. طلب مني ان انا انضم للفرقه، وفعلا انضميت للفرقه وانتقلت من عالم لعالم اخر، وبقيت حاجه في الفرقه او في عالم الباليه بفضله، لانه تحولت من اماتور لبروفيشنال وبقيت سوليست. الشعب المصري بعيد قوي عن الاوبرا، بس الاوبرا بقت بتعمل ليتلي مجهودات ان هي تجيب الشعب ليها. يعني في دلوقتي عروض موسيقى عربيه، في حاجات مختلفه ممكن تلمس الشارع المصري اكتر من الكلاسيكيات. كان نفسي بس ان الافلام الوثائقيه دي او الافلام التسجيليه القصيره تكون في الوقت اللي الناس عايشه. عبد المنعم كامل كان لازم يحضر الايفنت ده. نفتكر الناس بعد ما بيرحلوا، يعني امتى هيعرفوا انه تم تقدير لشغلهم؟ انا راجعه للتمثيل بروح الهوايه، فللاسف متطلباتي خاصه، للاسف محتاجه ان الدور يكون مغري، حاسه انه ما يتفوتش، حاسه انه محدش غيري يقدر يعمله، يعني يعايزني يا مش بتاعي والشغل للشغل.